ومبادرة لإعادة إحياء المناطق المهملة واللي تعتبر أثرية في العراق. شباب من الموصل أعادوا الحياة لبوابة عمرها 3500 سنة. هذه البوابة هي أبرز ما تبقى من سور نينوى الأثري، ويعود تاريخها إلى حقبة الآشوريين قبل حولي 3500 سنة، لكن كانت مهملة ومحولة إلى مكب للنفايات قبل أن يقوم فريق شبابي تطوعي من الموصل وضمن برنامج أحد برامج الخدمية بتنظيمها وترتيبها. الشباب قدروا يرفعون ما يقارب 1800 طن من الأنقاض والنفايات من حولها واللي كانت ممتدة على طول السور. جميع الأعمال هذه اللي قاموا بها الشباب ضمن حملة التنظيف تمت تحت إشراف خبير آثار حتى يضمنون عدم حدوث أي ضرر في المعلم الأثري. صراحة أكو موضوع يعني احنا مرات نستغرب، وهذا الاستغراب وارد، انه تشوف مكان جميل مهم ممكن يستثمر لكن متروك، ومو بس متروك، اصلا متأذي من خلال التراكمات ومن خلال النفايات. ما معقول مكان اثري نعم. مثل هذا المكان انه تخلي به نفايات لا الـ يعني لا الانسان المواطن العادي يقبلها ويقدر يقوم بهذا العمل، ولا المؤسسات المسؤوله نعم. ايضا هي اللي تقوم بهذه التفاصيل. انا اتعجب من اشوف هذه الاماكن اللي هي المفروض تكون على الاقل مكان للزياره. اكيد طبعا، يعني احنا كل بلد من البلدان لازم عنده فد ضمان سياحي، احنا مثل ما نقول لازم اكو فد مورد سياحي جدا كبير، كل البلدان هي مستثمره سياحتها. يعني احنا يعني عندنا معالم بدات تندثر، يعني بدات تنطمر اساسا، يعني ما يكون لها وجود اساسا بسبب عدم الاعتناء بها او عدم انه احنا دائما نقول لها زيارات. يعني انا قبل فتره شفت شخص خبير آثار كان يريد يروح لأحد الصحاري أو المعالم الأثرية اللي موجودة بالحلة، وللأسف جهات حكومية منعتهم من التواجد. نعم. يعني هو بقى يتساءل إنه إحنا إذا مو خبراء نكون موجودين وممكن إنه إحنا نساهم بإحياء هذه الأرض، يعني منو ممكن يكون موجود؟ فالجانب السياحي جدا مهم، ممكن يساهم أيضا باقتصاد البلد. هذا مو مهمل بس من تروح يروح اي شخص يريد يستطلع يريد يستثمر يريد اي شيء يسوي هناك يصير عزيز. بالضبط، راس الهنا يتحول هذا الموضوع يصير عزيز. صحيح. زين، تعوف هذا الموضوع هم لا قدموا ولا قدموا شيء ولا 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 حركه سنتيم. كل مره نسمع عن مشاريع لكل الوزارات. نعم. كل الوزارات تتكلم عن مشاريع تخص السياحه واستغلال واستثمار، لكن لحد اليوم ما شفنا شيء على ارض الواقع. شنو اخر شيء شفنا؟ مثلا مشروع الاهوار، كل اللي دا نشوفه حاليا بلال اني اقاطعك انه احنا نشوف مولات بالاماكن والتقاطعات اللي هي غير مناسبه، بس هاي هي المناسبه. احنا جدا